المساعي التي تتخذها جامعة الأنبار على مختلف الأصعدة بهدف الرقي بالتخصصات المتنوعة في قطاعات الحياة بغية الاستفادة منها للنهوض بواقع المحافظة على وجه الخصوص والعراق بصورة عامة. دفعت كلية الزراعة بجامعة الأنبار لعقد مؤتمرها الدولي الثاني المشترك للتقنيات الزراعية الحديثة 2023 بمشاركة جامعتي كركوك وصلاح الدين التي أقيم المؤتمر برحابها في محافظة أربيل. وبين مدير إعلام وعلاقات جامعة الأنبار الدكتور أحمد الراشد أن المؤتمر سيعزز من تطوير الزراعة التي تعد النفط الدائم بالأنبار وعموم العراق عبر عدة بحوث تم تقديمها ومناقشتها تخدم القطاع الزراعي، ضمت بحوثا من جامعات عالمية وستنشر لاحقا في مستوزعات سكوباس والتي ستفضي بعمومها إلى تطوير الزراعة وتقوية موارد العراق الاقتصادية والتشجيع على الإنتاج المحلي في البلاد. قامت كلية الزراعة في جامعة الأنبار مؤتمر الدولي للتقنيات الحديثة في أربيل هنا في رحاب جامعة صلاح الدين بالاشتراك مع جامعتي صلاح الدين وكركوك. حقيقة قدمت العديد من البحوث المهمة التي إذا ما طبقت ستكون لها قصب السبق في تقدم الزراعة في العراق. هذه البحوث لها أهمية كبيرة وستنشر أيضا في مستودعات سكوباس. دائما نقول أن الزراعة نفط دائم والزراعة مهمة جدا ولها كثير من الأمور التي قد تسهم في الاقتصاد الداخلي في العراق، فلذلك جاء هذا المؤتمر الدولي الثاني بعد أن عقد قبل عامين أيضا مؤتمر مشابه. كل هذه الأمور تأتي من اهتمام جامعة الأنبار من خلال كلية الزراعة بتقديم دراسات مهمة لتطوير الواقع الزراعي في محافظة الأنبار على وجه الخصوص وفي العراق على وجه العموم. لذلك هذه البحوث الكبيرة الكثيرة التي قدمت وبمشاركات ليست من داخل العراق فحسب، وإنما لدينا مشاركات خارجية من جامعات رصينة، جامعات أجنبية شاركوا ببحوث مهمة ممكن لها أن تسهم في تطوير الواقع الزراعي في محافظة الأنبار. اليوم احنا مؤتمر الدول العلمي بين الكليات الزراعة جامعة صلاح الدين أربيل وجامعة الأنبار وجامعة الكركوك. الحمد لله المؤتمر ناجح، اليوم يوم الثاني مؤتمر وقدمت 306 أبحاث العلمي، بس لجنة العلمية المؤتمر قبول 188 بحث. احنا بالمؤتمر بعد الرسالة توجيه وزارة التعليم العالي إلى وزارة زراعة العراق حل مشاكل الفلاحيون ومشترك بين أبحاث ومع الفلاحين حل المشاكل المياه بذور وتكنيكي، يعني شلون سويتها مثلا بالماء شلون سويتها وعلف الأبقار شلون بالشكل العام، علف الحيوان بشكل عام. الحمد لله قدمت 188 قبول، واليوم مشاركين الأبحاث بالقاعات تقديم الأبحاث ومناقشة، وموجود أشخاص العلمي وموجود فلاح خبر أكو شخص خبر الفلاحيون. الحمد لله توفيق بالمؤتمر.